بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض بارت نمبر 2 في تشابتر نمبر 4. تشابتر نمبر 4 ده اخر فيديو او اخر تشابتر عندنا في المنهج ده، بارت نمبر 2. لسه في فيديو كمان الجاي. في الفيديو ده ان شاء الله او في البارت ده هنتكلم مع بعض على حاجه اسمها ايجيبشن فود، الاكل المصري. طبعا مصر مشهوره باكلات معينه، والاكل في مصر من الحاجات المميزه جدا واللي بيكون طعمها جميل جدا. فاحنا في مصر عندنا اكلات ممكن ما تلاقيهاش بره، يعني ممكن ما تلاقيش الاكلات دي بره مصر. يعني اعتقد مثلا ان حاجه زي الكشري، عارفين الكشري مش موجود غير في مصر. فمثلا هنا هو حتى احنا كاتبين كشري بالعربي، فالكشري هو عاوزك تعمل ترو او يعني تعمل ايه، هو عاوزك تلونها بالجرين. نلون لو الحاجه دي موجوده في مصر بنلونها ايه؟ بالجرين. تعال نلونها بالجرين، مش مشكلة. نلونها بالجرين اهو، هنلون دي بالجرين. ماشي. البيتزا طبعا موجودة في مصر. ماشي. ممكن البيتزا حد يقول ان هي مش اكلة مصرية، هي اكلة ايطالية، بس احنا بنتكلم ان هي يعني ايه، اكلة مصرية ولا لا. الفول طبعا من الاكلات المصرية الاصيلة. الطعمية من الأكلات المصرية الأصيلة. الملوخية من الأكلات الجميلة في مصر. الفتة احنا علمنا عليهم كلهم ما عدا السوشي. السوشي ده سوشي على فكرة، لو مش عارف يعني سوشي، ده أكلة يابانية عبارة عن رز وسمك وحاجات كده، مش عارفها بصراحة، ما اكلتهاش قبل كده. بس السوشي ده من الأكلات الجابانيز، يعني مش من الأكلات المصرية خالص يعني. طيب الكاستمز بقى، الكاستمز اللي هي الملابس. ولازم تفهم ان الملابس بتختلف في مصر من بلد لبلد، يعني احنا مش كل مصر بتلبس لبس واحد. في مثلا اللي بيشتغل في البحر زي الراجل ده مثلا، ماشي، ده بيلبس لبس معين. اللي في الصحراء بيلبس لبس معين. في الصعيد بنلبس لبس معين. في الفارم، في الفلاح بيلبس لبس معين. فعموما هو عاوزك تعلم على اللبس المصري. طبعا الفلاح مصري، اللبس بتاع الصحراء في سيناء وفي المطروح وكلام من ده، ده برضو مصري. في البحر، في بورسعيد، في اسكندرية، في اسماعيلية وكده، ده مصري. الصعيد، في قنا، في سوهاج، في أسوان، كل ده مصري. إنما الست دي، هل الست دي شكلها مصري؟ هي ممكن تكون عاملة ستايل مش مصري، بس هي شكلها صينية، صح ولا لا؟ فاللبس ده أكيد ده لبس صيني، ده مش مصري خالص، صح ولا لا؟ يعني انت هل ليكي واحده صاحبتك بتلبس كده؟ طبعا لا. دي مين بقى؟ انا هسيبكم انتوا تخمنوا في الفيديو ده. انا هسيبكم تخمنوا الشخصيه دي او اللبس ده لبس تبع انهي بلد يا ترى؟ يا هل ترى، هل ده تبع مصر ولا تبع ايه، ولا تبع السعوديه، ولا تبع مثلا الهند، ولا تبع ايه؟ اكتبوا لي في التعليقات اللبس ده لبس ايه. ماشي. طيب خلينا نروح ليه حاجه اسمها ايجيبشن تراديشن. وفي الجزء ده هنوصل الـ 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 الصور ببعضها. بمعنى ايه؟ بيقول لي join your sense with the suitable Egyptian tradition. ماشي. وصل الايه، يعني مثلا هنا في الصوره دي في كشري وفته وطعميه، طبعا هنوصلها بايه؟ I can smell and taste food. انا قادر اشم وادوق الاكل. انت حتى من هنا ممكن تشم الريحه، ريحه كشري، عارف انت، وريحه فته، يعني الحاجات دي ليها ريحه باينه قوي يعني. طيب دي اول حاجه، المزيكا والحاجات والربابه والحاجات دي. I can hear songs. لو انا بصيت للصوره دي بسمع مزيكا. طيب الفلاح اللي بيزرع لنا القطن والحاجات دي. I can see and feel a clothing. ماشي. طيب خلينا نروح لي اكتيفيتي تاني. Egyptian moments من الاكتيفيتيز المهمه. و احنا هنا هقول لك فزوره، يا عامله زي الفزوره، انا هقول لك زي فزوره وانت تقول لي الحاجه دي موجوده فين. ماشي. المفروض ان الصورتين دول يكونوا مع بعض، يعني الصوره دي ودي والصوره دي. بس انا مثلا تعال نبدا بالجيزه بيراميدز وندور في الكلام ده ايه صح. ماشي. بيقول لي هنا it is located in Giza on west bank on river. It is the largest status
in the world, ده أكبر تمثال في الدنيا. It has a head of human, عنده رأس إنسان, و body of lion. طبعا ده هنا هنوصله بسفينكس. سفينكس اللي هو أبو الهول. ماشي؟ طيب يبقى احنا وصلنا ده الانفورميشن اللي جات لنا هنا، المعلومات اللي هنا اقراها لكم تاني. ده بيتكلم عن ابو الهول. ها اكيد شفت ابو الهول قبل كده. It is located in Giza on west bank، في البر الغربي ماشي من النايل ريفر. It is the largest statue in the world، هو اكبر تمثال في الدنيا. It has a head of human، عنده راس انسان، and body of lion. طيب خلينا نروح للانفورميشن اللي بعدها اللي هي هتبقى الاهرامات. بيقول لي هنا they are located in Giza، دول موجودين في جيزة، في الجيزة. They are most famous، famous يعني مشهور، Egyptian monument. ماشي. They أو their number، sorry they are most famous Egyptian monuments، خلاص اللي هو التماثيل يعني والنصب التذكارية وكده. Their number is 3 and greatest one خوفو، اسمه خوفو. That is largest and tallest one. تعال روح لي information ثانية. بيقول لي it is located on east bank، موجود في البر الشرقي، of Nile River. It was dedicated، يعني اتنقل، to bury 3 Egyptian kings. ماشي، يعني هو في الملوك كتير يعني. طيب تعالى نقرأ اللي بعدها عشان نحدد ده مين وده مين. It is located on west bank، موجود في البر الغربي، of Nile River، and is built into cliff. It was built to honor Queen Hatshepsut. واضح جدا ان Hatshepsut ده معبد موجود في جنوب مصر، موجود في الجزء الجنوبي من مصر، وهو من المعابد المهمة جدا والمعابد المميزة جدا اللي موجودة في مصر. فطبعا هو هنا احنا عرفنا ان ده هيكون حتشبسوت اهو، وده هيكون ايه، هيكون الأقصر، وده اكتيفيتي مش مهم قوي يعني، ما تركزوش معي، مش مهم خلاص. المهم هو بتاع الايه، الجيزة بيرميدز وسفنكس، انما دول just for read يعني، انتوا تقريهم بس كده، ولكن ممكن نوصلهم بكده ببعض. هنقف لحد هنا في البارت ده، ده بارت نمبر 2. في بارت نمبر 3 ان شاء الله هنخلص مع بعض المنهج، وهناخد اخر جزئية في المنهج بتاعنا. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.